ازاي اعرف ان مزيل العرق اللي انا بستخدمه مش مناسب ليا وان انا محتاجه اغيره؟ اول حاجه بيعمل لي هرشه او اكلان بعد استخدامه كده بنص ساعه او ساعه، الاقي المكان بدا يحصل فيه هرش. تاني حاجه بيسبب لي حبوب او فسفيس في المكان. تالت حاجه ان هو بيعمل لي كلاكيع تحت الجلد، ودي نقطه انا اتفاجئت بيها. الفيديو عندي كنت اتكلمت قبل كده عن كل انواع مزيلات العرق وايه الامن وايه الغير امن، اتفاجئت في التعليقات ان في ناس متخيله ان وجود كلاكيع تحت الجلد دي حاجه اي مزيل عرق بيعملها وان دي الحاجه العاديه، وما يعرفوش ان الموضوع ده ممكن بعد كده لا قدر الله يتطور ان هو يعمل مثلا خراج تحت الجلد، ودي حالات على فكره بقت منتشره جدا مؤخرا. فلازم تكوني عارفه ان في انواع كتير لمزيلات العرق وتختاري المناسب ليكي، اللي فيه الومنيوم، نوع معين من الالومنيوم، الخالي من الالومنيوم تماما، اللي بيعتمد على الشابه، اللي بيعتمد على مطهر بيقتل البكتيريا، اللي بيمنع الريحه. تفضلي ان انت تجربي لحد ما توصلي للنوع المريح بالنسبه لك اللي مش هيسبب لك اي اثار جانبيه من دي. وممكن يكون مزيل العرق اللي انا بستخدمه في نسبه عطور عاليه، العطور دي تسبب لي التهاب مع الوقت، بشرتي اسمرت، فده برضو بيدل ان هو غير مناسب بالنسبه لي.